عن جديد صباح الخير لكم المشاهدين، عم تابعين معكم بإطار لقاءاتنا من داخل الاستديو، ولقاءنا التالي مع الأستاذ إنياس معوض محافظ سابق لأندية الروتاري. صباح الخير أستاذ صباح إنياس. الخير أستاذ إنياس، بداية أندية الروتاري، كيف فينا نعرف عنها اليوم؟ أول شيء ممنونين كان على استضافتنا. أهلا وسهلا وجدا. أندية الروتاري أساسا بتضم 1,200,000 شخص بالعالم من رجل وامرأة، هم رجال أعمال موزعين على حوالي 33,000 نادي بالعالم. هالأندية، هال 33,000 أندية نادي موزعين على مناطق. نحن من ضمن منطقتنا في عنا 10 دول بتضم هالمنطقة، اللي هن أكيد لبنان، معنا قبرص، معنا مصر، معنا الأردن، معنا البحرين، وإلى ما هنالك. هالأندية بتشتغل كلها لخدمة المجتمع، كل نادي بيشتغل لخدمة مجتمعه. أعضاء الروتري هن الأندية، هن أعضاء بالروتري، نحن أعضاء بأنديتنا. نعم، وهذا التعريف العام. التعريف العام تبع أندية الروتري. شو الأهداف اللي من أجلها بتشتغلوا؟ نحن أساسا الهدف الأساسي هو خدمة المجتمع. كل نادي من أي ناحية خدمة المجتمع؟ نحن في عدة نواحي بالمجتمع. حيلا شيء بيقدر يساعد الشخص من النواحي الإنسانية. نعم. أو النواحي العلمية، نحن مستعدين تنساعد، مش الأشخاص، كمجتمع. احنا بنعتبر حالنا جمعيه بتقدم خدمات، ما بتقدم مساعدات. يعني نحن بنقدم خدمات تقدر تفيد المجتمع اكثر ما هيك. برايك شو الفرق بين الخدمات والمساعدات؟ المساعدات بتروح لاشخاص، لافراد. الخدمات هي اشياء شوي شامله اكثر، انك انت عم تخدم منطقه، هالمنطقه اكيد عم تخدم مجتمع اللي هن هالاشخاص الافراد، بس مش عم نتوجه لفرد مباشره. شو نوعيه الخدمات اللي قدمتوها خلال هذه المسيره من العمل الاجتماعي؟ اساسا بس تردك شوي للتاريخ. نعم. الروتري موجود بلبنان من سنه 1930. نعم. يعني صار ربنا على 80 سنه تقريبا موجودين بلبنان. اليوم نحن بلبنان مقسمين الى 24 نادي موزعين على كل الاراضي اللبنانيه. كل نادي بيعمل خدماته بالمجتمع اللي هو موجود فيه. من اهم مشاريعنا كانت بهالمرحله المهمه هلا بهالسنه، عملنا مشروع ككل انديه لبنان اجتمعت على انها تعمله، هو تزويد المدارس الرسميه بفلترات مي. كل فلتر مي بكلف بحدود ال 4-5000 دولار. ضلنا لحديث اليوم عملنا 55 مدرسه بلبنان. هون بحب الفت شغله حلوه صارت معنا. بالاول كان التلاميذ يجوا على المدرسه جايبين معنا قنينه المي. نعم. لما ركبنا الفلترات صاروا التلاميذ يجيبوا القنينه الفاضيه يعبوا مي يضعوا بيوتهم. رح تستكملوا المشروع ليطال كافه المدارس الرسميه بلبنان؟ هذا هدف ماشيين فيه، ان شاء الله نقدر نوصل فيه لكل الانديه بلبنان. نعم. لكل المناطق بلبنان حتى نقدر نوصل لهالمساعده، لانه هيدي من الاشياء، الخدمات اللي عم تنعمل لمجتمع مش عم تنعمل لافراد. استاذ انياس، هذا الانتشار حول العالم قديش بيعطي اذا بدنا غنى للانديه؟ قديش وكيف قادرين تتواصلوا مع بعضكم لحتى فعلا يكون العمل منظم اكثر؟ ما هو نحن اساسا بكل عمل دائما نتوخى العلاقه العالميه. ما بينعمل مشروع بالروتري اذا ما في بلدين عم يشتغلوا عليه. هلا مثلا نحن عندنا مشروع حيتنفذ بكره، المشاركين فيه هني نادي من البحرين، نادي من لبنان، والروتري الدولي. نحن اللي مولنا هالمشروع مع بعضنا. بقى كل الشغل اللي بينعمل بالروتري، كل مشروع هو لازم يكون فيه مشاركه عالميه. نعم. وهذا الهدف بالاساس فيها. استاذ انياس، لما تحطوا خطه خلال السنه، لما تقرروا اجنده نشاطات خلال السنه، بتكون اجنده مقرره يعني من اول السنه بتقولوا نحن السنه عندنا 10-11-20 ما بعرف قديش نشاطات، ولا بيكون في نشاطات عفويه بناء على حدث معين لظاهره معينه؟ هيدي شغله كثير حلوه سالتها، لانه هذا اساس الروتري. نحن بالروتري ما عندنا رئيس دايم. نعم. نحن بالروتري مثلا حضرتك عرفت عني اني كمحافظ سابق، لانه المحافظ بيجي للسنه. الرئيس بيجي للسنه. رئيس. نعم. الروتري الدولي بيجي للسنه، فاذا نحن بالروتري كل رئيس للسنه. نعم. هالسنه اللي بده يجي عليها بيبقى منتخب قبل 3 سنين. يعني نحن هلا عارفين بعد سنتين مين الرئيس اللي بده يستلم. فهالرئيس قبل ما يستلم بيكون عم بيحضر حاله هو ولجنته، بس يوصل على حدد مشروع معين يشتغل عليه. بيشتغل عدة مشاريع، كل نادي بحاطط 5-6-7-8 مشاريع، بس بيبقى الرئيس محضرا قبل هو واللجنة تبعه قبل ما يستلم. عادة الاستلام بأول تموز.
بيستلم بأول تموز بيكون مبلش دغري مباشرة بالعمل. هون القوة اللي عم تعطينا أنه نحن مش جايين نفكر شو بدنا نعمل، نحن مفكرين تفكير مسبق جاهز. شو النشاطات اللي طلعتوا عليها، اللي طلعتوا على المجتمع اللبناني من خلال السنة؟ السنة من أحلى المشاريع اللي غطوا لنا إعلاميا كان كتير تغطية حلو، نشكركم كمان عليه، هو مشروع الماراثون. عملنا مشروع تعاون مع جمعية ماراثون بيروت. نعم. مع السيد ماي الخليل اللي نوجه لها كل التقدير لأنه حقيقة اشتغلت شغل كتير جامد على هالموضوع. قدمنا في 7 أشخاص ذوي حاجات خاصة شاركوا بالماراثون وطلعوا الأوائل. هالأشخاص نحن حبينا ندعمهم حتى يقدروا يروحوا أبعد من لبنان يشاركوا بماراثونات عالمية. قدمنا لهم 7 ويلتشيرز خصوصية مخصوصية، كل كرسي هي انه تساعده حتى يقدر يشارك بمؤتمرات عالميه. هذا كان مشروع نادي، انا نادي بيروت متروبوليتان، لانه احنا كل شخص بينتمي لنادي غير انه انتمائه للروتاري ككل. فهذا المشروع اشتغلنا عليه نفذناه، من حوالي شهر سلمنا هالكراسي ل7 أوائل اللي طلعوا بالماراثون تبع السنه، واخذين وعد نحن وجمعيه الماراثون. نعم. انه كل سنه يكون في عنا متابعه لعده مشاريع معهم نقدر نساعدهم، لانه حقيقه هؤلاء اشخاص عم بيرفعوا اسم لبنان عالي. نعم فعلا استاذ انياس، كيف